بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حبيبتي مرحبا بكم فيديو جديد معايا فيديو غادي نتحمسوا فيه ونتنشطوا فيه مع بعضياتنا غادي نشارك فيه معاكم القضية تاعي تاع ايام من اللحوم والاخر وغادي نعطيكم الشاي الحاجة جديدة اللي درتها هاد السنة غادي نشارك معاكم من الصباح حتى العشية ونقول لكم ربي يحفظكم على لايكاتكم وتعليقاتكم اللي خليتولي في الفيديوهات الأخيرة صراحة فرحتوني بزاف ما تنساونيش اليوم كذلك من لايكاتكم واللي راكم تتفرجوا تستفادوا ما اشتركتوش في القناة ندعوكم الاشتراك اشتركوا معايا أخواتي ما غاديش تندموا إن شاء الله المهم أخوتكم مفيدة رجعت لروتينها الصباحي مع الوليدات صراحة نفرح نف كي يرجعوا يقروا مش يباهوا ما يروحوا ولا صراحة ولادي ما رخصتهمش ونبغي وليداتي معايا وكل شيء ولو وقتي يتنظم أكثر يعني مع المدرسة الوقت يكون منظم المنوض الصباح يكون منظم الرقات في الليل منظم الغداء في وقتها العشاء في وقتها ماشي كيما في العطلة يعني كل شيء مرون هذا داخل في ده ينضوا متعطلين يركضوا روطار يعني هذا هو يعني على جال هذاك الشيء اللي نبغي الوقت على المدرسه اضافه اخواتي الجو كي بدا يبرد ويتغير لانه الاخوات قال لي يعرفوني يعرفوا انه مفيده تعشق الشتاء وانا من النوع اللي ينشط في الشتاء ما ينشطش في الصيف يعني في الصيف يحكمني الخمول بصح في الشتاء تلقوني ديما هكا نايضة <applause> وناشطة المهم اخواتي بديت معكم صباح خويت لافيسال والاخوات اللي سقسوني قالوا لي هل لافي سير مليحه هي والماشين لافي واش تنصحينا بعد هذه الفتره اللي راهم عندك راه عندي في اكثر من سنه اخواتي وما ندبتش عليهم صدقا رائعين رائعين جدا ما آه كان عندنا مؤخرا مشكل في المياه كان عندنا الماء مقطوع راه في شعال مقطوع آه كنا نغسلوا بنيتي غسلوا ديك مرة عمرنا الريزرفوار غسلوا بيديهم استهلكنا الماء كتر من اللي تستهلك اله الغسيل لقيت انه هي تستهلك في البروغرام ليكونوميك في البروغرام الاقتصادي تستهلك فقط 8 لترات آه وي آه 8 لتر في الله يبارك غسله كامله بغسيلها بتشلالها بتعقيمها 8 لتر وفي البروغرام تاع ساعه ونص تستهلك 11 لتر فقط تاع الماء يعني امر رائع جدا واقتصادي بزاف بزاف للمياه كذلك للكهرباء من صراحه مفرحيني في هذا الوقت رجعت اخواتي روتيني معكم تاع ديد الدراري وجيبهم وكما شفتوا فرغت لافيسال زيدت الالواح تاعي تاع التقطيع لانه قبل ما نروح كونجي نسيت ما زيدتهمش كيجي من العطلات لقيتهم طرد راني نعاود نزيد فيهم باش يعاود يطرا هذاك الخشب مره على مره نزيدهم ما اخواتي الالواح تاعكم تاع التقطيع من الزيت المهم انا نستخدم غير الزيت تاع الماكله عادي هنا اخواتي جبت معايا القضيه تاع اللحوم والبيض والدجاج وكل شيء مهم تتنوع وتختلف على حسب كيما في السبق اللي معكم راكم معايا الله يبارك انا قريب ندوروا خمس سنين في القناه ديما كيما هاك يعني القضيه اللي نجيبها هاد المره ما نعاودش نجيبها المره الجايه ولا نختلف في بعض الامور كيما هذه المره جبت الدواره كنت بديت نقشر فيها كاين واحد الاخت قالت لي مفيده قشري الكرشه في واحد التعليق قديم بديت نقشر بعد قلت خليني نصور للشيرات هكا باش تستفادوا ونعطيكم هكا واحد الامور اللي نديرهم انا يعني شخصيا يعني اللي ساعدتها تطبقها اللي مساعدتها ما ساعدتهاش ما ديرهاش يعني وكيما نقول لكم كل واحد يفصل ويلبس قده كل واحد يكسل كرعيه قد الحافه يعني ماشي بالضروره انا ندير هذا الشيء انت ديريه ولا انت ما يعني كل واحد يدير قده كيما تعرفوا اخواتي انا راجلي من النوع اللي ياكل اللحوم يعني مستحيل نقلع لها اللحوم من البروغرام غي هو انا منقصه الكميه اللي كان بكري ياكلها ولا اللي كنا بكري نشروها يعني هذا هو الشيء اللي درناه ثانيتها حاجه اخواتي البيض كنت دايرته في دراهم الحانوت دوك دراهم الحانوت قلعت منهم من البيض لخاطر ولا غالي البيض بكري كان بلاطو ب 27 في 25 في كانت عادي جدا نجيب دراهم الحانوت دراهم الحانوت انا دايره ألف اخواتي دراهم الحانوت يعني هذيك تاع نشري بهم محلو باسكو حنا نعمروا المحلو نشري بيهم الحليب نشري بيهم الخبز او كاو نشري الخبز يعني انه انا نعجن يوميا وقت نشري الخبز ونشري بيهم البيض دوكا لا قلعت البيض لخطره غالي راه يدير 54000 في بلاطو دخلتها في دراهم اللحوم دراهم اللحوم اخواتي دايره 400000 ألف 400 جبت بها بلاطو تاع البيض جبت بها كيلو تاع اللحم هذاك ماعز اخواتي مشي خروف هذاك تاع العنزي جبته داير ب 130 في الكيلو جبت كيلو طحلي كيلو شويه طحلي وربعين الف وجبت بلاطو تاع البيض كما شفتو جبت زوج دجاجات وجبت الدواره الدواره ولا الكرشه تاع البقري بالنسبه اخواتي الكرشه تاع البقري راهي دير 30 في الكيلو الدجاج راهي دير الدجاج 43 الف وخمس مئة للكيلو المهم جبت زوج دجاجات طحولي ب 100 نقول لكم 135 ولا 145 ما عقلتش والحب طاح لي 140 الكرشه طاحت لي 66000 والبيض كما شفتوا بلاكا ب 53 الف المهم اخواتي قضيت اللحوم اللي عندي جبتهم حكمتهم نقيتهم كما شفتوا الدجاج غسلتها اخواتي بالخل والملح وكل شيء نقيته شللتها شعام مره عاودت له الغسيل الكرشه كيف كيف درت على حساب تاع واحد الاخت قالت لي مفيده قشري الكرشه تجيك مليحه حكمتها وطحت مقشر 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 وهي تبان لي غير جلده وانا قلت <applause> لا خواتي لا سمحي لي والله الاخت يعني درت بخاطرك وجربت لكن صراحه ما عجبتنيش ما مولادي كي جاو لي ماما مال الكرشة ولات كيما قلت لهم والله بغيت نسييها مقشره كيفاش تجي ولا تبان لي رجل دا اخواتي باش تبان لي كرشه شغل كيف فوق تاعها كيف تحت كيف كيف يعني كي بالفوق كي بالتحت ولا تبان لي غير هكا جلده بيضاء وصايي لكن الكرشه مع باليش على نبغي يشوف الشعرم تاعها في هذاك الواحد اللي فيها من الفوق مهم يعني تبقى قضيه اذواق ولا ما نعرف تولف ولا بالك حنا توالفنا ديما هكا الكرشه نغسلوها عاية ونوسواشه ولا ما نقشروهاش يعني المهم درت بخاطرك وجربت وعلى بالي ما غاديش تعاود تجرب المهم الشيرات حكي حكمت تاعي بعد اللي عندي دجاج جيدا طرفته درت الفخاض وحدهم درت زوج فخاد وحدهم درت صدر وحده على حساب كش ما ندير به رولي ولا ظلمة ولا لقطه ولا نديره كفته نطحنة درت الطراف تاع الطاجين وحدهم ودرت طريفات صغار اللي ندير بهم الروز ودرت الكاركاسة والرقابي هذوك العناق تاع الدجاجه وكلشي درتهم في الصاشي وحدهم ندير بيهم كشوربه ولا بالنسبه للكرشه كيف كيف قسمتها على زوج اكو تعرفوا الكرشه تاع البقري تجي فيها الشحمه تاعها غليظه يعني تشري زوج كيلو تاع الكرشه وبسياسه غادي تقيسي تقريبا واحد 400 غرام كاع تقيسيها من هذيك الشحمه وجبت كذلك داك الكيلو تاع اللحم قصيته قلعت بدها شويه طيبت منها وهكا وسيتها للدراري والاخر درتها في الساشي غادي نديرها ان شاء الله باش نطيب به عندي واحد الشخشوخه الله يبارك جارتي العزيزه الله يحفظها ان شاء الله ام سجود بعثتها لي وما لكمش اخواتي شابه بزاف, بزاف 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 وغادي ان شاء الله نشوف كيف ندخلها في عقلها تعطيني لا ريسيت كيفاش دارت هذيك الشخشوخه ونشاركها معكم ان شاء الله المهم اخواتي كيما شفتوني البيض درته في هذيك السله وحطيته قدامي في الكوزينه دوك الحال برد يعني ما تحتاجش البيض نديرو في الثلاجه حطيته قدامي ولخر درته في الثلاجه اللي بقى هنا اخواتي غادي ندير معكم بكبوكاش سبق وشاركتها معكم بزاف على طريقتي نحط الزيت اخواتي مخلط زيت وزيت الزيتون نقلي فيه زوج جرون تاع الفلفل الحار كيما شفتو حتى يتقلاو مليح ويطلقوا البنه تاعهم في الزيت نزيد نحط عليهم الطوماطيس والبصل والثوم اللي كنت طحنتهم جيده في الاشواء وننزل عليهم الكرشة بالنسبه للكرشه اخواتي هنا كما تشوفوا فيها نص قشرته ونص ما بنت لي حبست البصاي ما عجبنيش خليته كيما هو هكا ما قشرتهش وقليته واحد شويه وغادي نتبل عادي بالتوابل اللي هما الملح الفلفل الكحل شويه تاع راس الحانوت ولا الفاح وشويه تاع الكركم والبابريكا هنا ما عندي سكنجبير مضار ندير فيه شويه سكنجبير يجي كذلك بنين المهم اخوات غادي نقليه شويه بعدها غادي نكمل العمليه تاع الطهي غير بغيت نقولها لكم اخواتي انه الوقت يعني ما نكذبش عليكم الحاله غلات الميزانيه ما نكذبش عليكم ولات ما تكفيش يا القليل سبق لي أقول لكم اخواتي انه جات العلاوات وجات الترقيات وقلتها لكم ديك المرة أنه زادت لاباي مش منكدبوش على بعضنا نقولوا ناس ما زادتهمش لاباي لاباي راه تزيد أخواتي لكن السلعة راه تزيد ما عندها حتى معنى لاباي الآن تزيد ولا ما تزيدش يعني ديبا الحاجة اللي كنا نشروها بعشرين ألف ولا نشروها بعشرين ألف اكو عارفين كيفاه فلهذا اخواتي انا من النوع اللي ما ونعاود ناكد ونسطر تحتها انني ما نوكلش ولادي مستحيل اخواتي ندير لهم مثلا غير هكا يعني ولا ما نكدبش عليكم اللي قلعتها قلعت من الملابس قلعت من الترفيه قلعت لهم الماكله برا قلعت لهم يعني هذوك السقايط قلعت بزاف صوالح بصح باش نقلع لهم اللحم ولا الخضره ولا ما نقدش نقلعها وهاد النقطه نسطر لكم تحتها وناكد لكم عليها انك تقدري تقلعي صوالح تدخلوا في الكماليات لكن ما تقديش تقلعي الخضره ما تقديش تقلعي لهم اللحم اللي ما تقديش البيض ما تقديش لانك غادي تمرضي وليداتك بهذه الطريقه يعني انا انا هذا هو منظوري وانتم على حسبكم ونحترم اراء الجميع ونحترم كل واحد وغوستو وكل واحد كي يخمم مهم انا هذا هو تخمامي المتواضع فكيما شفتوني خواتي هنا الكرشة درت لها طوماطيس والهريسة وزدت لها الحمص وبلعت عليها في اخر الطياب عاود حليت قصت لها شوية تاع الكورجات وعاو رجعت لها القرون تاع الحار وخليتها تتجمر تجمرت ما شاء الله اخواتي جات بنينة بنينة ببزاف ما شاء الله كانت عندي الكسرة كيما تعرفوا اختكم مفيدة اذا عاجنا من قبل والحمد لله رب العالمين العشيه دي درت شويه مبسس الراجل ما عندهش صلاح لا في الحلاوي لا في الكاطو ولا في البانكيك لا والو يبغي هكا شويه تاع مبسس ولا شويه تاع فطيره ولا المهم درت له هو ثاني غوستو كما تعرفوا راجل وليدات كل واحد يديروا له خاطره مره مهم اخواتي هذاك هو الشيء اللي قلتها لكم في القضيه تاعي التغيير اخواتي اللي درته انني ما بقيتش نخرج بزاف يعني هذا هو الشيء اللي درته يعني آه انني كل ما نخرج بزاف كل ما نشوف ونتشهى بزاف كل ما نصرف بزاف يعني ما وليتش نفوت زعما ندخل هكا سوبرات بلا غرض ولا ندخل الجزار بلا غرض ونشري ديما اخواتي سبق القضيه هذه انا جبتها على اساس عشر ايام كيما داري زوجي يقول لي يعطيني دراهم تاع 10 ايام قال فوالا فوالا واش تجيبي نجيب انا اخواتي هذه المره لا غادي نحاول انني برولونجي الفتره نمدد الفتره ان شاء الله حتى نص شهر اذا قدرت عشرين يوم نشوف روحي انا ولا غادي نحاول انني نبروفيتي الوقت الحال كبرد غادي ندير لهم اطباق اللي ما اللحوم وهكذا يعني نسيو نواسو لكن باش نقول لكم نحرم الوليدات ما نحرمهمش والله الله, الله يحرمو من ان شاء الله من خير الدنيا ولا والله يرزقنا الخير في الدنيا ولا اللهم الحسن ان شاء الله لي وليكم بحول الله تعالى كان هذا هو فيديو تاع اليوم شاركت معكم فيه القضيه تاع اللحوم وكل مره نبدلو فيها مره دواره مره نجيب شويه مرقاز مره نجيب المهم كاش حاجه هكا المهم مره نجيب لي زابا كل مره كيفاه على حسب الشيء اللي متوفر والشيء اللي نرغبوا فيه وما تنساوش اخواتي جداول الاكل ثم جداول الاكل يعني وجدي جدول تاعك بلاني في روحك ش غادي تاكلو ش غادي طيبي ش غادي ديري غادي ما تخبي ما تفوتي وقتك وتضيعيه في التخباب ما غادي تبحرلك لك غادي طيبي ش غادي ديري ما غادي دراهمك يروحوا هكا هك. يعني كي عارفه ش ديري كلشي واجد كلشي مستف كلشي مسقم بهذه الطريقه غادي تبقى منظمه ان شاء الله حتى لاخر الشهر المهم انا بديت معكم القضيه تاعي في عشرية ايام الاولى والفيديو القادمه انتظروني ان شاء الله غادي نشارك معكم جدول الاكل الاسبوعي المصور بالقضيه هذه اللي شريتها يعني شطيبت بهذا الصوالح ومازال ان شاء الله الحمد لله مازال باقي لي منها المهم غادي تشوفوه معايا الاسبوع آه هذا بحول الله تعالى شاركه معكم لا فيديو ما اخواتي من لايكاتكم من فضلكم من تعليقاتكم الشابة. اقتراحاتكم نبغيكم ونموت عليكم تحياتي للجميع والسلام عليكم